قول يا ابني. ما انا اكلت يا بابا. قول يا ابني. وده اكل اللي انتوا بتاكلوه؟ ده انا في سنك كنت باكل فرختين لوحدي. ده كان الجوز بخمسه ساغ. ياه، بخمسه ساغ؟ هو زمانكو ده فيه خير ولا فيه قتل؟ ده انتوا عايشين على الكيماوي. كل كل. بس انا شبعت يا بابا. مفيش حاجه اسمها شبعت. انت تسمع الكلام، تاكل يعني تاكل. اسمع الكلام يا فندم، احفظ التحقيق يعني احفظ التحقيق. بس يا فندم انا رايي ما تبقاش راسك ناشف. مش كل حاجه تنافس فيها رايك. في حاجه اسمها المصلحه العامه. اتفضل بقى ما تتعبنيش. بتحسدني على قدرتي على التحديد مش كده؟ بس ده لوحده مش كفايه، ما يسويش حاجة. حتى القدرة دي فقدتها. كل شيء بيكرر نفسه. الجزء بشيلن والمية 2 جنيه وواترلو وهيروشيما، كل شيء بيكرر نفسه. الدايرة المقفولة، لكن انا هكسرها، ما عدتش قادر احتملها. ساعات وكل حاجة تنتهي، كل شيء مترتب في ذهني. جرسون، فنجان قهوة. افندم ساعة البيت. فنجان قهوة. حاضر يا فندم. تعرف يا سعيد، النمر مثلا يتحول لوحش خطير ويبدأ يأكل اللحم الأدمي في حالة واحدة، لما الصياد يجرحه وهو بيصطاده. واحنا عالم مليان جراح، وعلشان كده خطر. لكن الخطر ده كان موجود امبارح وموجود النهاردة. النهاردة الجراح أكتر، علشان كده الخطر أكبر. الجوهر واحد، حتى الجوهر بيتغير والشكل بيتغير. زمان العالم كان بيحل أزماته عن طريق الحرب، لكن دي كلها كانت حلول مؤقتة. النهاردة الوضع مختلف. الحرب النهاردة معناها ما فيش أي خلاف. الأسماء الأشكال بتختلف، لكن الجوهر واحد. دايرة مفرغة بتلف وبتكرر نفسها. مش صحيح. التاريخ ما بيعيدش نفسه، وامبارح مش زي النهاردة. عبود امبارح كان مليونير، هتلر كان زاحف على العالم وعايش في حلم مجنون. مش ممكن عبود يرجع مليونير والعالم ما عادش ساعة هتلر جديد. لكن ايه الجديد في الانسان؟ الانسان العادي، انا، انت، ازمته المزمنة مع نفسه ومع اللي حواليه. طب انا هسألك سؤال صريح يا امين، انت مثلا مؤمن بكل اللي بتكتبه؟ في اللحظة اللي بكتبه فيها ببقى مؤمن بيه جدا.
في ايه؟ مفيش. امال ساكت ليه؟ ما عنديش كلام اقوله. اذا كان عندك حاجة انت قوليها. كل اللي عندي قلته. سمعت مرة حكاية عن ثلاث مساجين في زنزانة واحدة، كانوا بيحبوا بعض جدا، محدش فيهم بيكره التاني، اتكلموا، حكوا لبعض كل حاجة، ماضيهم، حاضرهم، أحلامهم. اتناقشوا في كل اللي يعرفوه وكل اللي نفسهم يعرفوه. بعد شهر كان كل واحد فيهم قال كل اللي عنده، وبعدين بدأ الصمت يعرف طريقه ليهم ساعات طويلة. كل واحد فيهم يبص للتاني، يراقب كل تصرفاته، الحاجات الصغيرة اللي ما كانتش تستلفت نظره. طريقة النوم، طريقة القعاد، طريقة الأكل. كل واحد فيهم ليه في التاني حاجة بتضايقه، ما تريحوش. وأخيرا واحد فيهم خنق التاني. تعرفي ليه؟ لأنه لما كان بياكل كان بيفكروا بالفار. بدأت المقارنة تعجبه، تبسطه، وبعدين تضايقه، تسيره، وتدفع عنده الرغبة في إنه يخنقه. قاوم الرغبة مرة ومرة، كل ما يكبتها كل ما تزيد، لغاية ما حس في النهاية انه لازم يخنقه او يهرب منه. طبعا ما كانش يقدر يهرب منه، ام خنقه رغم انه كان بيحبه. والحل؟ اللي هرب. واخرتها؟ متهيألي احسن من الخن. مفيش بديل. حياة الانسان كلها بحث عن البديل، لكن فين هو؟ فين؟ لازم يكون في بديل، لازم يكون في بديل. جرسون. أفندم. ساعة البيت. الحساب 85 قرش ساغي يا فندم. تعرف ان جوز الفراخ كان بخمسة ساغ؟ لازم عيانة يا ساعة البيه. ايه ده؟ والفراخ اللي انا اكلتها؟ ساعة البيه انا منقي الفراخ مخصوص عشان ساعتك. قولي، انت دايما لسانك حلو كده ومهذب مع الناس. مرسي يا فندم، لازم كده. ليه؟
أكل العيش يا فندم. أكل عيش. طب خلي البيع عشانك. ميرسي يا فندم. مع ألف سلامة. بيتحركش خالص. ده تمثال يا حبيبتي. لا ده راجل. قلتلك تمثال. حتى شوفي كده. بص 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 كزيون بص. متأسف. جرسون حسابك يا باشا. خلينا نقوم. لكن هنقوم نروح فين دلوقتي؟ هو يعني هنفضل قاعدين مزروعين هنا؟ انا شخصيا بقى عندي معاد وماشي. مين يا اخويا؟ عندك ايه؟ معاد. عنده ايه؟ بيقول معاد. طب يلا يا سيدي خلينا نلحق المعاد. لا لا بقول انا عندي معاد مش عندنا. وتفرق ايه عندك من عندنا؟ ما هو يا نروح سوا يا نموت سوا. طب يلا بينا. استنى احلى مؤاخذه يا مدام. الدور عليك يا سعيد. فكر لنا فسحه. لا فسحه ولا يحزنون. انا مفلس. نلم اللي معانا كله ونصرف بس تسيبولي اجره المواصلات. خلاص يا حبيبي بركيلي بركلنا احنا الاثنين. صحيح يا حسين صحيح نجحت. ايوه خدت البكالوريوس. تعالى يا سعيد تعالى يا ابني اقعد جنبي هنا. تعالى الف مبروك يا ابني. ده يوم الهنا. الف مبروك يا حبيبي. فرحت قلبي. الهي فرح قلبك دايما يا سعيد يا ابني. الله يبارك فيك يا ماما. وناوي تعمل ايه ان شاء الله بعد ما خدت الليسانس؟ والله لسه ما استقريتش على حاجه يا بابا. ربنا يوفقك ويهديك لطريق الخير يا ابني. يا سلام يا سعيد. مين كان يصدق ان سعيد هيبقى استاذ قد الدنيا؟ ايوه يا ام سعيد صحيح. مين كان يصدق؟ تعرف يا سعيد انا فرحتي بيك فرحتين. فرحان بيك وفرحان بنفسي. تصور اني انا الراجل الغلبان البسيط اقدر اربي راجل عظيم زيك. قد انت ربنا مد في عمرك وشفت راجل يشرف بلد. كان امل كان حلم وتحقق يا بابا. يا ما كان بيتوه مني الحلم ده. يا ما شفت ايام كان نفسي اشوفك كويس كبير.
كنت خايف تكبر وتشوف المر اللي انا شفته. دخلتك الجامعة وانا مش عارف هعمل ايه، لكن كل ما كنت بتعدي سنة كل ما كنت احس بان الحلم قرب يتحقق، وده كان بيديني قوة وقوة، كان بيخليني اامن بان لي رسالة واحدة هي تعليمك لغاية ما تبقى أستاذ عظيم. ربنا ما يحرمناش منك. دلوقتي الفرحة بتمسح كل عبل السنين اللي فاتت، كل عبلها. خلاص من بكرة هتقدم لبابا، ايه رأيك؟ ايه اللي تشوفه؟ انا هروح اقابله واكلمه، هو يمكن يتردد شوية علشان الوظيفة لسه، لكن انا لازم اقنعه ان دي مسألة في حكم المنتهي. بكرة الساعة 7. تعرفي المشكلة ايه يا هدى؟ ازاي الواحد يبدأ الكلام؟ تفتكري ابدأ ازاي يا هدى؟ تقول له انا عارفة بقى ازاي. اسمعي، انا هقول له بمنتهى الجدية، يا عمي انا يشرفني انك تقبلني زوج لبنتك. لو كلمته بالطريقة دي هيقول لك يا ابني ما عنديش بنات بتتجوز. طب بلاش دي، هقول له يا عمي انا وهدى بنحب بعض وما نقدرش نستغنى عن بعض وعايزين نتجوز بعض. اهي دي اضمن طريقة للرفض. امال اعمل ايه بس؟ اسمعي، هو احسن حل اكتب له جواب واقول له رابع بعد ما انزل. انت مش هتبطل هزار حتى في المسائل الجد. اصلي فرحان يا هدى، فرحان. تصوري هنبقى احنا الاتنين مع بعض في بيت واحد. بيت واحد. تعرف يا سعيد، انا بتخيل كل ركن فيه. الستارة دي لونها ايه؟ والفازة دي فين؟ وابقى بستعجل الزمن عشان الخيال يتحول لحقيقة. خلاص الحمد لله، بكرة انا جاي قبل. انا مش مصدقة نفسي. الحمد لله، كل ما تعبنا انتهت، كل ما تعبنا انتهت. خلاص مجنون، مجنين، متاعبك الحقيقية بدأت. حتى هي مش هتقدر تحل أزمتك لما تستحكم، ساعتها هتحس إنك لوحدك، محدش يقدر يجاوبك على سؤال واحد، هتحس إنك عاجز، حياتك ملهاش معنى. زي غريب يا سعيد، اصل سامية مش هنا. يا مين بطل بقى. انا جاي اقعد معاك شويه. كويس انك بتفتكرني كل كام سنه يا راجل. هو انت بتديني فرصه انساك؟ ده انت مقالاتك نازله عليا زي الشتاء. متابعني يعني؟ اخر مقاله قريها النهارده. وايه رايك فيها؟ انت جيت يا سامية؟ ايوه يا حبيبي. تعالي، ده سعيد. اهلا استاذ سعيد. اهلا يا فندم. ازاي هدى؟ كويسه يا فندم، ازاي كنت؟ اتاخرت عليك يا حبيبي؟ لا ابدا، مفيش حاجه. طبعا اذنكم بس اشوف الاولاد. اتفضل. ما قلتليش ايه رايك في المقاله؟ دلوقتي بس عرفت ليه التفاؤل بيملى مقالاتك. هدوء وراحة، مفيش مشاكل.
مش بالظبط زي ما تصورت. مفيش علاقة بين التفاؤل في مقالاتي وبين الراحة والهدوء وكل الكلام اللي بتقوله. ازاي؟ لان انا ومراتي مثلا كنا متخانقين امبارح، يعني نفس اليوم اللي كتبت فيه المقال اللي انت قريته. يعني اللي انا شفته دلوقتي زيف مش حقيقي؟ اللي انت شفته دلوقتي حقيقي ومبارح حقيقي. تقدر تقولي ايه الحقيقي في حياتك؟ كتير. انا، انت، سامية مراتي، علاقتي بيها، ولادي، علاقتي بيك، الناس، الامل، الدنيا، الماضي، الحاضر، المستقبل، حاجات كتير كتير قوي يا سعيد. والموت يا امين حقيقي. الموت هو الشيء الحقيقي الوحيد في حياتنا، والباقي كله زيف، دايرة مفرغة بيلف فيها كل واحد لغاية ما يكتشف في النهاية الشيء الحقيقي الوحيد في حياته، الموت. مش صحيح، مش صحيح ابدا. انت مثلا لو تأملت حياتك هتلاقي فيها حاجات حقيقية كتير. حياتي، حياة كل واحد فينا، ما فيش فيها حاجة واحدة حقيقية. انا مرة في نظر رئيسي محقق ناجح، مرة تانية فاشل. ايه الحقيقة؟ احيانا بحب مراتي جدا، مرة تانية بقى عايز اهرب منها وحاسس اننا غربة عن بعض. ايه الحقيقة؟ انا وانت قرينا حاجات كتيرة في كتب كتيرة، الحياة فيها عكس ده تمام. ايه الحقيقة؟ اقرا الجورنال مرة، مفيش عمود يخلو من كلمة السلام ومفيش عمود يخلو من كلمة الحرب، واللي بيتكلم عن الاتنين شخص واحد. ايه الحقيقة؟ كله زيف زيف. الحاجة الحقيقية الوحيدة اللي محدش بيختلف عليها هي الموت. اللي بيربطنا بالحياة أكبر بكتير من اللي بيربطنا بالموت. احنا مش مربوطين بالحياة، احنا بننطرد منها. مش صحيح. اللي بيربطنا بالحياة احنا مربوطين بيها، بالماضي بتاعنا، بالحاضر، بالمستقبل. الماضي هو الحاضر هو المستقبل، ثلاث أسماء لشيء واحد. الماضي والحاضر والمستقبل ثلاث حاجات بيكملوا بعض. وأزمة الإنسان مع نفسه ده ما يلغيش أزمته مع نفسه، بس بيرسموا الطريق لحلها. انت عارفه؟ لا. شفت، حتى انت في حاجات كتيرة مش ممكن تجاوب عليها. بس بدور على الإجابة وما فقدتش الأمل في إني ألاقيها. والأمل ده يفضل لإمتى؟ إيه اللي يغذيه؟ ثقتي في قدرتي، ثقتي في الناس، إيماني بالمستقبل. والثقة دي مطلقة ملهاش حدود؟ اسمع يا سعيد، أنا وأنت حاسين بالأزمة، أنا وأنت عارفين بعض أسبابها أو كل أسبابها. الفرق بيني وبينك إنك أنت بتهرب من مواجهتها. أنا؟ شوف يا سعيد، يمكن جيلنا يعيش حياته اللي كلها قلق لغاية ما يموت، يمكن ما يوصلش لحاجة، لكن على الأقل بدأنا الطريق، وعلى اللي بعدينا إنهم يكملوه.
أرجو إن اللي بعدينا ما يقولوش نفس الكلام. يبقى اللي بعديهم ده المخرج الوحيد. الساعة 12 بالليل كل شيء مترتب في ذهني. هكسر الدايرة. وانا الساعة 12 ثقتي في قدرتي، ثقتي في الناس، إيماني بالمستقبل. الساعة 12 ده أكفأ محقق عندنا. حياتي من غير معنى، ملهاش طعم. ليه مستحيل؟ هيروشيما اتمسحت. هو قال لما نتفقش انا مش هخسر اكتر من اللي خسرته. ولا حاجة. فشلت. فرحت قلبي. إلهي فرح قلبك دايما يا سعيد يا ابني. دلوقتي الفرحة بتمسح عبل السنين اللي فاتت. اللي بيربطنا بالحياه 12 اكبر الساعه 12 من اللي من اللي بيربطنا بالموت. الساعه 12 الساعه 12 الساعه 12 انا وانت حاسين بالازمه. الساعه 12 الفرق اللي بيني وبينك. الساعه 12 الساعه 12